انا تنبغي نحيي جميع الجمعيات اللي قاموا في هذا الشهر بتحسيس ضد سرطان الثدي. احنا تنعرفوا بان هذا شهر اكتوبر هو شهر وردي عالميا، جميع المنظمات العالميه تجعل هذا الشهر باش العيالات يمشيو يشخصوا بكري، لان احنا تنعرفوا بان التشخيص المبكر هو اللي تيدي للعلاج في هذا سرطان الثدي. وانا تنحيي جميع هاد الجمعيات اللي قاموا في المغرب بهذا العمل، وتنبغي نقول لكل سيده عندها 45 عام الفوق تمشي للجميع. راه دابا الحمد لله في كاع جميع لي زوبيتو بيريفيريك كاين فين يمكن لهم يديروا هذا التشخيص المبكر، واخا غير بالاكزامان كلينيك، زعما غير باش يتقلبوا، ومن بعد الا كانت اجباري غادي يكملوا بالماموغرافي ويكملوا باللي زوتر زيكزاما. دونك هذا زعما الحمد لله هذا العام حضرنا فوق ما نشوفوا شي في التعليم الفيسبوك ولا انستغرام، تلقاو جميع الجمعيات نايضين بجهاد كبير في هذا النطاق ديال التحسيس، وهذا شرف لنا كبير باش العيالات ان شاء الله يجيو يشخصوا في اقرب وقت ممكن للعلاج الكامل. هو التشخيص المبكر راه تيبدا من تقريبا 40 عام الفوق. المراه كيف ما كانت تقلب راسها كل مره الا كانت غادي تغسل وداكشي، زعما شاك فوا دير لوطو اكزاما، لان الا بانت ليها واخا غير عديسه ولا داكشي خصها تمشي تدوز، لان ما يمكنش، لان سرطان الثدي ما تيعطيش لا حريق لا حتى شي حاجه، تيبدا غير بواحد ولسيسه تقدر تكون صغيره بزاف. وفي ذاك الحاله اللي حنا تنبغيو نشوفوا العيالات باش نشخصوهم وندير لهم. اما الا كانوا حملات ديال لا ماموغرافي بيان سور هي احسن تكون عندنا لا ماموغرافي اي لوطو اكزاما، ولكن حتى لوطو اكزاما حتى المراه اللي قلبت راسها من 40 عام الفوق وشافت اي موديفيكاسيون اي شي حاجه تبدلات ليها في التدي ديالها خصها تجي تدوز باش الا كانت شي حاجه صغيره يمكن لها الدواء ان شاء الله.